جاو فرقة البريغادي لو جعلي أو حاشتنا بيها ذي عبدالي. أنا ما عندي حد شيء، خليتهم يلوجوا على راحتهم وكل شيء. قبل ملتقى صار شريعة نعرش نهاري نهار الجمعة كيف جاو معنى المنتزه مقر شغل طبعا. جاو قرروا راح حاشتنا بولدك عبد المجيد ذي كل شيء، رو ما تخافش رو باش نستجوبوه شوية ونسيبو. قال لهم بابا تو كي جي تو نجيبوه لكم. قالوا له وين هو تو؟ قال لهم راهو مش هنا. ليه مشيت انا الملتقى وروحت من الملتقى حكيت لي بابا راه قال هكا هكا جوج البريغاد يسالوا عليك. يسالوا عليك لا ما دخلوش للدار، مشوا له وين يخدم هو. قالوا له راهو حاشتنا بيه باش نستجوبوه لا اكثر لا اقل، راهو يروح معك. قال لي بابا قلت له خويا ما نمشيش ما نتحكمهمش. عديت كيكة مدة جمعة جمعة ونص جمعتين ولا يعيطوا له العشرة متاع الليل ونص الليل يجينا يطلبوه يجينا غاديك البريغاد حاجة تهديك كل شيء. يمشي في الليل كيكة يبقوا يهزوا فيه ويجي يوصل غاديك من بيرو لبيرو وينو سي فلان وينو سي فلان ما فما شيء هاي برا يطلبوا العشرة متاع الليل زيد يمشي وينو فلان وسي فلان فما شيء يروح عامله كيه قعد معنا يسأل على دار أمي. مشاو لدار أمي كل شيء قالوا لها راهو ولدك عبد المجيد وين؟ قلت لهم راهو معنا مشو هنا تو. قال لها ما ساعتين تجيبه لنا وتجي للبريقة. قلت لهم أمي عليها قال لها باش نستجوبوه تو يروح معناها ما عنده شيء باش نسألوه سؤالات وكل شيء. قلت له امي ما نجيبه لكم مش يعني. قلت له ما خي علي نجيبه لكم، انت كان عندك حاجه اعطيني استدعاء رسمي. قال انت مشكلتك في الاستدعاء رسمي تخل بالوقت حسب ما تحكي لي امي كتب لها ورقه كيك وقال لها هي استدعاء رسمي. مشيت قلت لهم حاسيلو مع مص ساعتين كي ولا فيها استدعاء رسمي حاسيلو طلبتني امي هزاها معاهم حطوا كرهبه تركنا في بالهم معناها انا ما نعرفش ارهابي ولا عملاق. حطوا كهرباء في الدورة ويتلبدوا اطلب منا ولدك وما تبينلوش اللي انت معناها في كيما حكاية كيما هكا وقولوا يجي البلاصة الفلانية. طلبتني امي قالت لي يجي بعد ضربوا. ومشيت انا على اساس ما نعرفش نشوف لقى امي تبكي. قلت لها اش بيك امي؟ عم تكيت لفتت وراها نشوف في الجماعة هابطين في بيرو يعمل لي ما تهربش. قلت له مانيش باش نهرب يدي علاش باش نهرب؟ كانوا هزوني معهم في الكهرباء سنة البريغاد هذيك كده حمزة الإمام وين؟ قلت له ندري عليه حمزة الإمام لا من هنا من اللي ماشي. قال لي برجو ليه تحب نفضاها ونروح واغزر أمك عريانة أمي معني عرفتها طاحت كيف كياس وتبكي كي شافتهم هزوني. قال لي تحب فضاء من هنا وتمشي تروح على روحك قبل ما نمشي. قلت له نسيش ماذا بين فضاء. قال لي قلنا حمزة الإمام وين وبرافت على روح. قلت له يدي والله لا نعرف عليه وين. قال ويا يا ذا ما يحبش يتكلم أي هزول. مشينا بالكهرباء وقفنا في آخر برج علي رايس. قال لي يدي برج ليا فضاء لهنا وبرا مشي يهبط روح على روحك لا شاف حد ولا لا من شاف ولا من درى. قلت له فضاء على شيء. قال لي برج ليا حمزة الإمام وين؟ نادي قلت له ما نعرفش عليه حمزه. قال لي انت مكبش معناه ما. قلت له يا دي مش مكبش اللي نعرفه كل طولكم انا كان جيت نعرف عليه وين راني. قلت له قال له ويا ينهزو خلط غاديك حاسيلو مشيت البيرو لو هذايا. قال له راهو مبيت حمزه الامام معاه قلت البارح قال له هذايا نتاع مكالمه نتاع سفيان الكحيري. قال له هاي برا طلعوا لسي فلان طلعوني المدير الجرجاني أنا غاديك. قالوا هذا يا راهو نتاع المكالمة في اليوم تغدهم الحادثة نتاع خونا السبوع ما نعرفش شنو. كي قالوا راهو سعيد طاح قالوا هذا علاش طاح؟ قالوا سفيان يا خي ما تعرفش علاش طاح. قلت له هذي راكم غالطين فيا. قال لي لا أنت كلمك سفيان وقال لك راهو سعيد طاح كل شيء. قلت له هذي غالطين فيا. قال لي راهي مكالمة سيريكوت. قلت له خويا سامعني كان فما عندكم مكالمة سامع هذيك لعل نتذكر انا يا اخي نعرف صوت. قال لي يا اخي شكونك انت وكلام زايد عرفتها ولد كذا وكذا. قال لي باش نسمعك المكالمة جاوب على قد السؤال حمزة الإمام وين. قلت له يا دي ما نعرفش عليه حمزة الإمام وين.
ولا فيها ضرب ولا حلوا السروال وباش دخلوا عصاه في مؤخرته وما نعرف شنو وعرفتها باش ينطق يدي. قلت له سيب لي السروال عليه، قلت له كان نعرف حاجه تنقول لكم عليه. عرفت ولد اللي هذا يمد في دي واللي هذا يضرب، حبوا ينطقوني بالسيف، عرفت حاجات ما نعرفهاش. دورهم بعد مربع، قال لي مربع وين باه عنده كونتاكت حمزة؟ قلت له يا دي ما نعرفش عليه. قال لي باه كيفاش؟ شنو؟ قلت له كيفاش؟ قال لي كيفاش مربع كيفاش يعيش يا دي؟ انا قلت له راه ما عرفش صلي فيه الجمعه، شنو مربع كيفاش يعيش؟ حاسيلو منهم غادي. بعد عمل لي كي جاء بابا هو قال له برا خطوره يكبسوا فيا، يعملوا راه وكيل الجمهوريه حاجته بيه هذا خاطر المكالمه هذيك اللي كلمها له سفيان الكحيل وكل شيء. قال له انا نعطوه في بيه ساعتين. قال له بابا، قال له تضمن فيه انت؟ قال له بابا نضمن فيه. قال له يا خويا راه وكيل الجمهوريه حاجته بيه هذا، يا تضمن فيه انت في بيه ساعتين يمشي يجيب لنا حمزه لينا موين وكلمة رجال، احنا نحولوا ريشيرش ونفسخوا له المحضر هذايا وكل شيء ونقطعوه. ما كانش خويا راهو يهزوا له كيل الجمهورية وحاجته بيه توا وكان يتكلم عليه. هما يكذبوا فما شيء لا كيل الجمهورية ولا حتى شيء، يحبوا ينطقوني في حاجات انا ما نعرفهاش، ما عنديش فيها حتى ما عندي عليها حتى فكرة، حتى كان عندي عليها فكرة ما نقول لهم. عسيلوا بعد ما كملت الابحاث هبطت لوطه، حسيرو كتبولي تقرير تسمعوا الدوخ اني ممضي اسفله فلان بالفلان فلاني قد كنت انتمي الى سلفية تكفيرية. هيك في المحضر هاي في المحضر سلفية تكفيرية وكذا، وقد كنت اقوم بدورات شرطة سلفية ونعتدي بالعنف على كل من يخالفنا الرأي. وهذا يكتب فيه وانا واقف ومتفرج، نعتدي بالعنف على كل من يخالفنا الرأي أو لا يريد الانضمام إلينا، ونعتدي بالعنف على أي شارب الخمر، ومعناها في كاميون تاع واحد من دخله حتى شيء، ما أنا عمري ما طلعت في كاميون، ومعنا معناها أخونا يسميلي في أخو مع لطفي حمد مع حمزة أبو تسمير مع حسين مع وعباد، عرفتها ما فهمش منها الحكاية. ولفق هكاك هاو محضر فما حاجة، معناها يتولي صباب للطاغوت يتولي صباب تخدم معاهم، يا تجي لهنا ومحضر متاعك حاضر وتصحح تمشي للحبس. هذيك توا كيفاش وضعيتك بالضبط؟ والله وضعي متاعي ما عرفتها، مش كل شيء لا مانيش كل شيء مانيش كل شيء هكاك هما معناها عرفتها قمع متاع بن علي هكاك ارجع يمكن اكثر من قبل. عندك محضر ماكش مصحح عليه، كيفاش تجيب لنا معلومات؟ باش تولي منا ما تجيب لناش معلومات، حبس يستنى. هذا معناها في حسب كلامهم هو. وسامحني بالله على المحضر اللي كنت تحكينا عليه، صححت عليه في ما صححتش عليه، ما اجبروكش انك ما اجبرونيش فهمتني. جوني للدار هزوني قالوا لي راك باش تمشي معانا وتروح فيها، هزوني للمنطقه نتاعهم في الجرجاني، بداو يسالوا فيا في اسئله يعني ما نعرفهمش، درا شنو تعرف في دوريات انت؟ قلت لهم راني الحكايه هذه ما نعمل بالسيف، يعني يحبوا يلفقوا لي ليه انت ما عملتش اما بالضربه تولي تعمل بالسيف عليك وتون تفهموا معاك من بعد وكيفاش انت قاعد تتستر. قلت لهم راني انا ما عملت شيء، يحبوا يفرضوا علينا يعني يحبوا يفرضوا عليا حاجات ولا تهم. يجي جايبين مريوسم ديجا، ريت انا غاديك كي مشيت ريت الاخوه اللي يعني الموقوفين في حكايه اللي محمد السبوعي يعني كلهم بالضرب يعاملوا فيهم بالضرب وبالسبيان، فهمتني؟ اي شفت وقت اللي كيمشيو ينقلوها مثلا من البيت اللي فيه هما حتكشي للتحقيق، الكل هذيك بالضرب والعصي والسبيان يعني كلام زايد، وواحد كله يعني يحبوا يخوفوهم ويرعبوهم، يحبوا يمشيوا يعني الخط نتاع التحقيق بالصنص نتاعهم هما كيما يحبوه هما، يعني يحبوا يلبسوا له 10 قضايا 20 قضايا نورمال تحت الضرب يقبل واحد. وديجا هما يعني كي يتكلموا كلهم راهم الضرب، راه خاطر الضرب اللي ضربوه هما ضرب خطير بالضبط زي
يا ريتو بعيني شفتهم كيفاش يهزوا فيهم يضربوا فيهم مش عوراتهم يشدوا فيهم يعني. سفيان يعني البيت اللي فيه هو والبيت اللي فيه انا اقل حاجه بيناتهم 100 متر يعني، نسمع فيه يبكي من العياط ويعملوا لهم والله خاتيني والله خاتيني، يسبلوا فيهم ويقولوا انت حتى خاتيك مش نلبسولك نحنا منا ولا منا ما تكسرش راسك هكا بالحرف فهمتني، ونسمع فيه انا يعني يبكي قال لهم والله خاتيني والله خاتيني ما عملت شيء يعني من قوه الضرب يبكي و يعني هما حبوا يمشوا التحقيق نتاعهم في الصنص اللي يحبوه هما. ما التحقتش بالمجموعه ذي، حليت كتاب الله وشفت كل شيء، مش يعني لا ما عنديش يعني ضغوطات والحكايه عادي. انا كنت من اول العباد الحاضرين وقت اللي هما حتى داخلين قبل ما يدخلوا للجامعه معناها هنا دخلوا معناها يجريوا برشا كره برشا برشا معناها مو شويه قربت ال 25 كرهبه 26 كرهبه دخلوا توقوا الجامعة كامل وحطوا سلالم نقزوا من فوق واللي طلعوا للسمعة الفوق واللي معناها بالسلاح البرة واللي معناها جماعة اللي ضربوا الباب كسروا الباب ساقيهم ودخلوا معناها من بعد معناها عطسوا نرمال في الجامعة واللي يتكلم في الكلام الزايد واللي يدور مغالي من عرشنية حسيد في بعض منهم قعدت نخزر لهم من بعيد نكبت فيهم قعدوا قرابه نص ساعه كي بعد خرجوا من هنا حبيت معناها نزيد نشوف انا كي دخلت هنا للجامعه نلقى البيبان كل مخلوعه السده نتاع النساء نلقى تواول معناها طايحين فما شويه تواول طايحين تواول ماهوش بلايصهم معناها رفوف تاع الصباب والرايه نلقاها في معناها التواليت شي في الدوش المغادي وكتب قرآن لوتا والخزانة محلولة بيت المؤذن كلها مقلوبة معفسين بسقيهم في التراس تاع الطبعة معناها على الزرابية لهنا معناها ما خلوا حد شيء ما عملوش وجا. كيفاش كانت الظروف نتاع إيقاف إخوتك؟ والله بتباع باش تحس على إخوتك كيف يوقفوهم معناها مو معناها وما همش عاملين حد شيء معظم الاخوة معناها يهزوا فيهم فما حد شيء كيك والعباد معناها تزيد عليهم وكل شيء واللي هذا يقول لك ما نعرف شنو ولد معناها من بعد ولوا العباد يتلكشوا عليك ما فما حد شيء كيك يجيك يتلكش عليك يشيل لك مشكله يحب يحطك في الحبس على ابسط حاجه معناها حتى ما عنده معك حد شيء يخزر لك كونك انت بنظره خايبه راك عملت عملت كيف ولات نظرة أهالي ديبوزيلك؟ والله بعض معناها من الأهالي معناها قعدوا كيف هي معناها النظرة متاعهم معناها يحبونا وكل شيء وما البعض معناها كلمة النظرة خايبة يخزرونا النظرة خايبة.